جمعت شعري كامل اللور وكسيوة باسي كامل. بعد غادي نوريكم الاوتفيت طريق الحال. هادشي ما كان البنات، الله نخرجو نصور ليكم. يلا حنا باش اخيرا واخيرا صدقت نفسي. اخيرا بون، داكشي اللي باين ليا راه حنا غادي معطلين كيما ديما. غادي ناخذ طاكسي باش بحال نوصل مع الغروب، باش نوريكم الغروب البنات، حيت انا بغيت بنات ولاد، حيت بغيت نوريكم الغروب في السونتر كيكون غزال 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 غزال. غنديكم شحال من مره كونوا هاني فيما نمشي، نديكم معايا السونتر. جو انا خدامه يا صاحبي نلعب. الكوافورة ديالها تما، صافي هادي الشارع ديالنا، الزنقة ديالنا. هادشي ما كاين البنات، غادي ناخذ الطاكسي. هو صراحة ما بعيد صندخ بزاف من الدار ديالي، على رجليا كنتعطل 5 دقايق مارشي، الطاكسي كنتعطلو 5 دقايق الا ما كانش الزحام وداك الشيء. راه 5 دقائق نكونوا تما، ماشي بعيد بزاف. انا السباد غير اليوم زعما كنت ناوي نمشيو نتمشاو، مليت منا نتمشاو منا نشوفو السونتر منا نتقداو منا كلشي. في الاخر ما كتعرفش، نخليكم معايا. صاحبتنا مسكينه من الصباحيه كتسنى هنايا في البريمارك، في المغازان ديال البريمارك. و صافي غادي ناخذوها ونمشيو نشربو شي حاجه. يمكن غادي ناخذو شي حاجه صراحه. غنوريكم الغروب باسكو غزال. البنات دخلنا البريمار كما قلت لكم، غادي نبريو لبنت صاحبتنا نديرو هيدروجين ضروري. هاي لا كافيا فيستا، دخلنا هيدروجين
No te había visto. ¿Qué tal, amor? Qué guapa tú también. Eso me he puesto de negro. ساوي 18 اورو. او بريمارك اللي البنات اللي ما كتعرفوش بريمارك صراحه فيه حويجات غزالين وفي نفس الوقت يعني الامور يعني ماشي زوينين حويج زوينين عندهم عاوتاني داكشي ديال الاتاويج ديال الدار الفوق عندهم بحال هاد بريمارك هو اكبر واحد كاين هنايا في المغرب وفيه ربعة الايطاج كل ايطاج فيه حاجه فيه دراري صغار الاولاد البنات الحوايج ديال الدار كما كتشوفوا وهنا التحضيرين هاد المقطع الصغير ديال الدار فهمت باش الا ما بغيتيش تطلع للفوق تاخذ غير الحوايج من هنايا خفيف وتمشي وشنو صافي خليت البنات غادي يطلعوا دابا الفوق شوف الشميعات شحال غزالين غادي ندير وصفه ديال الشمع البنات غادي نديرو في الدار باسكو شاطو ليا بزاف كاع هادو اللي كيشيطو من الشمع من هنايا كنخزنهم وندير بهم الشمع انا بوحدي في الدار ونديرو كيما بغيت ندير نصايب معاكم الوصفه ديال الشمع وصافي هو البنات وصلنا البلاصه شوفوا النوبه اللي كاينه بزاف واو الران ديال الناس اخيرا جينا لواحد المطعم لبناني و باسكو تما كانت النوبه بزاف ولا بقينا كنتسناو تما واحد الساعه على الاقل واحد الساعتين كان غيتعطل الحال قالوا قررنا ندوزو ما نتعشاو شحال ما كلينا الماكله اللبنانيه وتعرفنا واحد الصغير هو سميتو محمد غزال 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 هو ولد مول الريستورون ورا جالس معانا مول الصلاة كم سنة عندك أحمد؟ سيدي مالو؟ دي ثانية زيدي 10 سنين قال لك عندك كذاب أحمد كذاب غزالات اخيرا وصلت للدار عاد وصلت غير دابا صراحه داز النهار غزال دوماج هذيك البلاصه لقيناها عامره كيما ديما باسكو دائما نفس الشيء المره الجايه اللي فكرت هي غادي نعيطو باش نديرو الريسيرفاسيون بالتليفون
وما عرفتش واش ممكن ندوي، ولكن متاكده غتكون يعني شي طريقه يعني سهله، باش باسكو سينو دائما كتبقى تسنى النوبه. زوينه ديك لاتيغاس باسكو عندها واحد المنظر رائع جدا رائع جدا. داكشي علاش بنادم هي. بون مشينا البريمارك، ضربنا دويره، مشينا تعشينا في داك المطعم اللبناني، وجلست مع صاحبتي صراحه واختي، دوزنا نهار دوزنا عشيه غزاله. مي دوماج الدراسه غادي نرجع ليها ان شاء الله، وغادي نصورها لكم نوريكم المستلزمات. البنات شريت واحد البيجامه غزاله صراحه، وانا غنقول لكم علاش شريتها. هو الويه مغزال، الويه مغزال، وشريته باسكو عندي واحد ما عرفتش اش تيقولوا ليها. المهم انا غنوري لكم هذه اللي كتلبس عليك عرفتي سميه. المهم انا نوري لكم، خديت هذه غزاله، غادي نخرج نوري لكم مزيان. هذه غزاله، هادشي بيجامه البنات غير 5 اورو، لا غلا مسكين على اللي ما بغاش. خديت هذه، واخا حتى هي ماشي ديال السروال باسكو ماشي ديال السروال، هذا كانوا كيبيعوه بوحدو البنات، وبان ليا بحال هادشي بين جمع بحال ديالو. شفتو كيبان ليكم نفس اللون، نفس اللون، خوم مبع. غير هادي فيها الورد، وهذا سامبل، وعجباتني بزاف البنات، عجباتني بزاف. شوفوا هنايا في الاخر هذاك خطيط البيض غزاله، والثوب رائع صراحه البنات. شريته واخا ملي وصلت للدار الفرق ما شويه، كاين الفرق باسكو هذه زرقاء حتى هي نفس الشيء، هذه اللي قلت لكم الباطا هي نفس الزرق، العائله ديال الزرق، ولكن هذا مفتوح عليه بزاف. مي بون كنظن تجيني باسكو حتى هي عندها التويشيه هذا بالبياض، نديرو ليها شي مزيان. شفتو كنظن تجي صراحه شي بيرفكت من ديجيتال زيرو، غير هو هذا ما صح عليه، ولكن مزيان باش يفونسي باش ما يجيش نفس الشيء. شي عجبني، عجبوني المشتريات البنات. ما كنت باغا نشري والو صراحه، خرجت حالفه قلت ما غادي نشري والو، ولكن كيما القاعده كيما القاعده خاصني ضروري نرجع بشي حاجه للدار. وهادشي اللي شريته البنات، اصلا ما كانش عندنا الوقت بزاف باش نزيد نشري، كون عطاوني واحد جوج سوايع اخرين ممكن نوريكم شي حاجه اخرى، ولكن المره الجايه كما قلت لكم الا بغيتو نديكم بريمارك تشوفو مزيان، باسكو بريمارك شي تصوير وداكشي ما قالوا لي عليه حتى حاجه، خليو لي في الكومونتير. نديكم مرحبا بكم، نتمنى يعجبكم الفيديو، ونشوفو نهار اخر ان شاء الله. تعال.